كلمة ونشوف شو رأيهم بإيفنت اليوم ونحكي شوي عن تاريخهم. مرحبا شباب. رح بلش مع بلال. أهلا وسهلا بلال. خلي الميكروفون معك. حضرتك منتخب لبنان سابق مع نادي النجمة ومحترف بالخليج والهند. أهلا وسهلا فيك أول شيء. حضرتك صاحب خبرة وسنين طويلة بالمنتخب. أول شيء بتحب تخبرنا قدي صار لك بأستراليا؟ أول شيء مساء الخير لك. أهلا وسهلا. صار لي تقريبا 3 سنين ونص 4 سنين موجود باستراليا. اهلا وسهلا فيك. وكيف رايك بمساعده الجاليه باستراليا اليوم من خلال خبرتك بالمنتخب والفوتبول ان جنرال؟ طبعا يعني مسابقه تاريخيه بتحمل معاني كثير. نعم. الجاليه اللبنانيه والعربيه بشكل عام والجاليات الاجنبيه حتى. أول شيء بتجمع الجامعة شاملة، بتجمع يعني مثل هلأ خلتنا نشوف الشباب القديمين وذكرتنا بالذكريات القديمة الشباب اللي كانوا دوليين سابقين معنا. نعم. وناس الأحباب والأصحاب، يعني دورة مهمة جامعة وشاملة. نعم. وحدث يعني جامع للجميع. كيف بتفكر تعطي خبرتك للجالية اللبنانية بأستراليا؟ طبعا كأنه مرقنا نحن مثلنا دولنا يعني، وكوننا كنا لاعبين معروفين ببلدنا بنبقى يعني مثال للاعبين تعرفنا، بيسألونا وبيستفيدوا منا وشو عنا خبرات بنقول لهم اياها، ويعني بنشوف حالنا اذا طلع حدا يقدر يمثل لبنان يعني خير تمثيل، هذا شيء بيفرحنا يعني طبعاً. مهم لبلدنا وبيفيد يعني. نشكرك كثير لوجودك اليوم وان شاء الله تفتخر بالموجود كمان معنا اليوم. بشكرك لوقتك. فادي غصن، اليوم انت منتخب لبنان سابق مع نادي الانصار وهداف الدوري بلبنان، حضرتك من اللاعب الاول بالسنين الاولى بالالفا بالمنتخب، فشو رايك بالايفنت اليوم؟ شيء مساء الخير، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. ايفنت اليوم ايفنت كثير مهم يعني. نعم. بيجمع كل الجنسيات، يعني بيجمع الاحباب ببعضهم، الرفقه لبعضهم ببعضهم. نعم. نحن كنا يا مضبوط من اول اللي شاركنا بهالمسابقه وربحناها، كانت تجربه كثير حلوه، وهلا رجعنا كمان نشوف كيف بدنا. اول شيء لعبنا شاركنا كلاعبين، هلا بدنا نشارك مش مدربين يعني مساعدين مدربين. نعم. كيف بدنا نساعد الشباب اللي طالعين وشو في عندنا نحن خبره، يعني هالخبره اللي فيها نساعدهم فيها طبعا. وشو رايك باستمراريه هالمنتخب؟ طبعا الا نوافع كثير، يعني ممكن اي واحد من هاللاعبين اللي عم يلعب اليوم يستدعوا على المنتخب اللبناني، ممكن يستدعوا على اي فريق بلبنان اذا كان نجمه انصار اي فريق، يعني عنده فرصه انه يثبت حاله هون ويلفت الانظار، وعنده فرصه يقدر ينزل على لبنان يمثل المنتخب او اي فريق لبناني. مزبوط. بشكرك لوقتك اليوم وان شاء الله بتنبسط بالايفنت اليوم كمشاهد بدل لاعب. شادي قرنيب، حضرتك منتخب لبنان سابق مع الصفا والحكمه وحاليا بتدرب بالسين جورج بالسيتي، اهلا وسهلا فيك اول شيء. كيف بتلاقي اليوم من خلال خبرتك بلبنان واستراليا الفرق بين لعيبه بلبنان واللعيبه باستراليا؟ اول شيء مساء الخير لك وللكل، برحب بالكابتن بلال نجارين. بلال بغنى عن التعريف، يعني علم من اعلام لبنان. اكيد هادي هداف لعيب سابق، وبرحب فيكم. اول شيء بدي اقول لك انه هذه الدوره التاسعه لنا، سهل انك تكوني هون توصلي بس صعب انك تحافظ عليها. الحمد لله نحن الدوره هذه التاسعه وبعدنا مستمرين الحمد لله، فالاستمراريه كثير منيحه. نعم. بالنسبه للفرق بين اللاعبين باستراليا والشباب والصغار وبلبنان، صراحه لحتى ما لو عندنا اولادي بيلعبوا هون، بس بدي اقولها اللاعبين بلبنان خاصه الصغار فنيا اعلى بكثير من اللاعبين الاستراليين. نعم. فالشغله الوحيده بس اللي عندنا بس قصه بس الملاعب. نعم. والاحتراف وسبونسرز بتعرفي والمؤسسات. نعم. ما في دعم للرياضه خاصه للفوتبول عندنا بلبنان، فبيشتغلوا مثل ما بقولوا باللحم الحي. مظبوط. واللاعب وهي اللعبه الوحيده بلبنان المحبوبه شعبيا. فاذا الولد من هو صغير مثلا بيطلع مثلا بالجماهير كيف تيجي بتحضر،
بصير عنده شغف يلعب هاللعب. نعم. فالفارق إيه؟ لاعبين بلبنان أولى وضلني أولى أحسن من اللاعبين الأسترالية اللي هون. إن شاء الله بخبراتكم. الفئات العمرية. نعم نعم. إيه. لا إن شاء الله بخبراتكم اليوم ووجودكم بأستراليا تقدروا تقووا جاليتنا بأستراليا وتكون بنفس خبرات لبنان. إن شاء الله. منشكرك لوقتك اليوم وإن شاء الله تنبسطوا بالإيفنت اليوم وجود لك. كلكم ذوق. هيدا كان نهارنا اليوم مع البروفيشنالز وخلينا نشوف شو بده يصير بالإيفنت.